انطلاقا من هدف أساسي تسعى تركيا لتحقيقه، تعلن نيتها استكمال الحزام الأمني على امتداد حدودها الجنوبية مع سوريا. الهدف المعلن مكافحة الإرهاب، والمقصود هنا تحديدا هم المسلحون الأكراد المصنفون جماعات إرهابية لدى أنقرة تهدد أمن البلاد. ووفق متابعي المشهد، فإن لتركيا مصالح متعددة يعكسها توقيت القرار. الهدف المعلن هو محاربة المنظمات الإرهابية، لكن أنقرة تريد تأهيل هذه المنطقة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. من دون شك أنقرة تستغل الظرف الراهن ما بين روسيا وأوكرانيا حاليا لإعادة يعني تموضعها من جديد على الساحة السورية، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية. الرئيس التركي لوح بإمكانية تحرك عسكري عابر للحدود يستهدف المسلحين الأكراد في شمال السوري. أردوغان قالها بنبرة تحد للولايات المتحدة بأن بلاده سوف تتدبر أمرها في حال لم تتخذ واشنطن خطوات لمكافحة الإرهاب. هناك مشكلة في العلاقات الأمريكية التركية بسبب دعم واشنطن للجماعات الإرهابية في شمال سوريا، كما رفعت واشنطن الحظر الاقتصادي خاصة في شمال سوريا حتى تمكن تلك الجماعات من ممارسة أنشطته الاقتصادية بحرية. لذلك أبدى الرئيس أردوغان غضبه، وأعتقد أن تركيا ستنفذ عملية عسكرية خارج حدودها بدون موافقة أي دولة، وذلك ضد الإرهابيين وضد تهديدات الناشئة عن الهجرة. في الشارع التركي تبدو التوجهات العسكرية انطلاقا من قضايا قومية في موقع دعم معظم الأتراك بغض النظر عن مكانها وزمانها. وفي الساعات الأخيرة راجت أحاديث متضاربة حول موعد تحرك عسكري تركي شمالي سوريا، في مقابل أحاديث أخرى تنفي إمكانية حدوثه في المستقبل القريب، ليبقى فريق ثالث يتبنى فكرة المفاجأة في أي تحرك للقوات التركية. محمد المشهر، وسكاي نيوز عربية، اسطنبول.